المرض هذا سبب عقد لبعض الناس، ما بغاوش يشوفوني معاهم، حطمت في النفسيه ديالي. بغاو يحولوه لواحد المدرسه اخرى، ورقه ديال الطبيب بالله هذا المرض ما كيعاديش، بالله هذا المرض ما كيديرش، جبتها لهم. الاصدقاء ديالك انهم البشره ديالهم في شكل يعني، وانت البشره ديالك في شكل واحد اخر يعني، بين التلاميذ او لا كما كتعرفوا انت عايرك بيها. الدراسة ديالي هي اللي مكنتني أنني نكون هكايا يعني، يعني هي اللي مكنتني أن تكون عندي شخصية قوية الحمد لله والشكر لله. تحطمت في النفسية ديالي أكثر بزاف يعني، ما قدرتش ننسى ديك 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 اللحظة هذيك ديال اللي طلبت مني السيده قالت لي لا احنا ما نقبلوك شيء عندنا، شنو عندك شنو عندك، واخا اللي قريته وقرا ولحقت حتى هذه، وفتالي فاش وقف قالوا له ما هاد الامارات عندك انت ما يمكنش، عندنا مواد كيماويه تضرك. هو كيخدم في الشركه غير يخدم لداخل، ما يخدمش في الشمس. الحلم ديال انني ندير الدار ديالي ونتزوج وندير وليداتي وهذا يعني حلم بسيط يعني، ان الانسان تكون عنده دار ديالو اللي كتجمعو مع وليداتو. اطفال قمر يعني راهم عاديين، راهم طبيعيين، ما عندهم حتى شي حاجه، ما يحاولوش انهم يزيدوا يضغطوا عليهم بديك النظرات الاستغرابية او نظرة ديال الشفقة او لا هذا.